السلام عليكم، مساء الخير، مساء الورد، مساء الجمال، مساء فيفا الجميلة. اليوم احنا في فيفا راح ان شاء الله نسوي لكم تقرير عن هذه المحافظة الجميلة. شوف الاجواء، وشوف معي برضو يرافقني عبد الله الحازمي، راح ان شاء الله نسوي لكم تقرير مختلف تماما. وهذه هي فيفا الجميلة، عروس جازان وجارة القمر. الاجواء الان ضباب، في ايضا قطرات من المطر، ما شاء الله، اجواء 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 مختلفة تماما. جبال فيفا تقع شرق جازان، تمتاز بجوها البارد على مدار السنة. طبعا يكون في الصيف الجو جميل، وفي الشتاء الجو بارد نوعا ما. وقد وصفها أحد الرحال البريطانيين أنها تصلح لهواة التسلق. طبعا تضاريسها مختلفة عن أي جبال أخرى. أمطارها مستمرة على مدار العام. في فصل الصيف طبعا الأمطار تكون مختلفة تماما، تكون أشد من أي فصل آخر. ترتفع عن البحر 12,000 قدم، وتعد العبسية هي أعلى قممها الجبلية. تحيط بها عدد من القبائل، قبائل بنغازي وقبائل بني حريص وقبائل بني مالك. تشتهر بزراعة البن والموز، كما تشتهر أيضا بزراعة البرشومي، وأيضا تشتهر بثمرة القشطة التي تسمى السفرجل الهندي. متابعينا الأعزاء، كان التصوير من أعلى دور في فندق فيفا. اي شخص يجي من طرف جازان لايف له خصم خاص في هذا الفندق. طبعا الفندق من افخم الفنادق الموجودة في فيفا. الان طالعين اعلى قمة في جبل فيفا، اللي هي قمة العبسية. بسم الله ما شاء الله، وهذه اعلى قمة في جبل فيفا. الآن في قمة العبسية، أعلى قمة في جبل فيفا. شوفوا هذا المنزل هنا، منزل مهجور طبعا، من أوائل المنازل اللي في فيفا. طبعا شوفوا المنظر تحت، ما شاء الله منظر جميل ورائع. في فيفا ايضا منتزهات، هذه احد المنتزهات الموجودة في فيفا، يسمى منتزه قرض السياحي. طبعا قائم عليه بلدية محافظة فيفا. هذه كانت جولتنا اليوم في فيفا، انا والزميل الصديق عبد الله الحازمي. انا لا اوصف فيفا، جمال فيفا. طبعا فيفا
زي ما قلت في بداية السنابات أنها عروس جازان وجارة القمر، جمالها أبدا لا يوصف. أبناء فيفا ناس لطفاء جدا، ساعدونا كثير في الوصول إلى الأماكن الجميلة في فيفا. لنعود إن شاء الله لفيفا في مرات أخرى وبتقرير أجمل إن شاء الله. هذا تقريرنا اليوم عن فيفا، والقاكم إن شاء الله في تقرير آخر وفي أمان الله.